مستوى، قمنا باللازم في المباراة الأولى نجحنا فيها. للأسف اليوم عرفناش نستثمر النقطة هذه. شوط أول كنا سيئين. نمشي واحدة واحدة جلال. شوط أول سيئين خاصة تكتيكيا ربما، وكأننا سهلنا طريقة لعب المنتخب الأسترالي وعطيناه سلاح ليضرب به المنتخب التونسي من خلال ربما تطويل الكرة، لعب الكرات الطويلة، وهذا كان المفروض ما يصيرش. أكيد هذا هو الشيء اللي احنا بيدنا فاجأنا. معناتها طلبنا من اللاعبين نعرفوا نقاط قوة المنتخب الأسترالي، حاولنا بقدر الإمكان باش نتفاداو معناتها اللعب على الكرات الطويلة، الكرات اللي هي سون فافوريزي علينا فيهم، هذه نقاط قوتهم. حاولنا باش نخرجوا على الأطراف، الضغط اللي فرضوا علينا، خسرنا برشا كرات على المستوى الفني اللي ماناش متعودين نخسروهم. هذا الشيء اللي ما مشاش في الشوط الأولاني، لكن برغم هذا الكل نشوفوا اللي تقريب زوز فرص كانوا واضحين، فرصة محمد دراجر، فرصة يوسف المساكني، في كنا نجموا نرجعوا في اللقاء نصف فرصة نجحوا باش يعملوا بها الفارق. نعرفوا قوتهم على مستوى الرفعات واللعب معناتها في عمق الدفاع بالكرات الهوائية. الشوط الثاني قمنا بالتغييرات اللازمة، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع مجريات المباراة، خذينا احنا اكثر المباراة، غيرنا مرتين وثلاثة في الرسم التكتيكي، سيطرنا تقريب سيطرة ميدانية كاملة، اربع خمسة فرص واضحة. في المستوى العالي هذا اذا كان ما تنجحش معناتها باش تتعامل فنيا مع وضعيات هجومية بالطريقة هذه، صعيب برشا معناتها باش تنجح على الاقل في خلق الزيادة الهجومية اللازمة وخلق معناتها فرص اللي ممكن هي تعمل لك الفارق. طيب جد.